سنتيمترات قليلة على المرمى الكواملة. أسود غمدان أكيد يبحثون عن الوصول إلى المركز الرابع مؤقتا في حال فوز مادي الكرة للجليل. الله يا إلهي يا أسعد العزام، هدف أول لمصلحة الجليل من أسعد عزام الذي يسجل الهدف الأول في اللقاء ولكنه يبكي. يلا شباب يلا يلا، ابكي دموعك غالية يا أسعد العزام، وهدف الأول لمصلحة الجليل. كنا نتحدث عن شباب الأردن والجليل يأتي بلغة لا مستحيل، نحن هنا ويسجلون الهدف الأول في هذا اللقاء من خلال المهاجم أسعد العزام الذي يسعد عشاق الفرسان بهدف أول لمصلحة الجليل. أشعلها الفرسان بالدقائق الأخيرة يا سادة يا كرام.